ومثل ما سبق وتكلمنا أن هذه البرامج مبنية على ما يسمى رياضيات المعلومات، فلمجرد وصولك إلى معلومة لا يمكن حصر عدد المعلومات يلي ممكن تستفاد عليه. وكنت عم بحاول بقدر إمكان بكل لقاءات السابقة أستخدم أشكال بسيطة وموحدة شكل أو اثنين ونطلع التصميم كله من خلال هذا الشكل. بلقانا اليوم في تصميم الانفوغرافي برنامج باوربوينت رح نستخدم فقط الشكل الدائري، ويطلع معنا مخرج مثل ما أنا شايفين غايب الجمالية بمبدأ رسومات الانفوغراف وأيضا الظل والإضاءة. فلحتى نبدأ مباشرة وما نضيع من وقتكم بهذا اللقاء، طبعا من قائمة عرض انت رح تفعل خطوط الإرشاد مشان هذه الخطوط تساعدني في مواضيع رسمتنا بالضبط. رح نبدأ أول شيء بتنسيق الخلفية، رح ننقر باليمين ونتوجه إلى تنسيق الخلفية ونختار تعبئة متدرجة. رح أحذف علامتين وبترك عندي علامة على اليمين وعلامة على اليسار. رح نختار أحد الألوان القاتمة عشان فقط نميز ونعرف الموضع يلي رح ناخد منه تدرج ويبان أساسا معانا على الشاشة. رح نختار من النوع، نختار شعاعي، وبجي بختار الزاوية من أين بحب يكون عندي تدرج اللون الأسود والتاني يكون معاكسه. رح نختار الآن مثلا عندي هذا الشكل، تمام. بجي إلى النقطة الأولى اللي بدي إياها هذا المكان، رح أختارها باللون الأسود أو ربما يكون قريب إلى الأسود، والمقابلة تكون بدرجة أقل وليكن بهذا الشكل. وإذا حبينا الآن نقرب اللون الأسود رح نشوف بالزاوية حصلنا على الإضاءة. رح نتوجه الآن إلى قائمة إدراج ونبدأ بالرسم تماما. رح نختار من أشكال الشكل البيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وأنقر مع السحب لأرسم دائرة بمساحة معينة. رح تكون معي هاي الدائرة على منتصف الشريحة بالضبط، على المنتصف أو على هذا الخط خطوط الإرشاد، وبإمكانك تستعين بالمحاذاة إلى المنتصف بهذا الموضوع، طبعا هذا المنتصف العمودي. الآن بختار للدائرة بدون إطار وبضغط على كنترول زائد دي، يعني بعمل تكرار وأسحب إلى نفس المبدأ الجهة المقابلة، وبيكون عندي على تماس، يعني الشكل الثاني بجعله على تماس مع هذا الخط. رح نحاول الآن يكونوا الدائرتين على تماس مع بعضهم البعض، فبضغط مفتاح الشيفت طبعا عشان تضل بمسار أفقي، وبقرب الدائرة لهون شوي، تمام، وليكن معاي ممتاز بهذا الشكل. الدائرة العلوية بضغط كنترول مع الشيفت وبرسم شكل مقابل لألم. بحدد الدائرتين، أضغط كنترول مع الشيفت، وقلنا أن كنترول للنسخ والشيفت عشان يتحركوا بمسار عمودي أو مسار أفقي. هذا الشكل بضغط كنترول مع الشيفت وبعمل تكرار إلى الجهة المقابلة تماما، وبيكون حصلنا الآن على هذا الترتيب. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بأخذ شكل بيضاوي، بحط المؤشر بالمركز، أضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لأرسم معاي الآن هاي الدائرة، وبختار الآلة أيضا بدون إطار. طبعا أحد هذه الدوائر رح أعمله تكرار ونتركه على طرف ربما نحتاجه، وأيضا الدائرة الكبيرة رح نتركها على طرف الآن ربما نحتاجه. رح نحدد الآن كل هذه الأشكال، ومن دمج بنختار اتحاد عشان يكونوا معاي شكل واحد. رح نبدأ بتزيين هذا الشكل، بجي إلى تعبئة متدرجة وباخذ نفس التدرجات يلي نحن أخذناها للخلفية، لكن رح نضيف عليها طابع بسيط. أول شيء أعطيها يعني كشافة لونية شوي، إضاءة يعني تسطع الضوء علي أكثر شوي، وبجي إلى التأثيرات وإلى الظل. رح اختار موضع الظل يكون عندي من الناحية العلوية من جهة إيش؟ من جهة الإضاءة. فعندي هذا النمط يكون عندي الظل من الأعلم، ولون الظل بختاره من لون المنطقة يلي أخذناه، وليكن معاي مثلا هذا اللون. رح نقلل الشفافية على هذا الشكل، وبقلل المسافة، وأيضا رح نقلل الضبابية، محتاج يكون في عندي بعض الحدية بالإطار، يعني بمعنى لو كبرنا شوي. رح نشوف الآن يعني بمعنى الشكل وضحت معالمه وانعزل عن الخلفية تماما. الآن نرجع للشكل الدائري اللي أخذناه نفسه، بعمل نسخة تانية ورح نجيبها وأعمل تطابق تام، أضغط كنترول مع الشيفت ومن صغر إلى الداخل، أعمل هذا الشكل. نفس المبدأ، نضغط كنترول مع الشيفت وبسحب إلى الجهة المقابلة تماما، بحدد الشكلين، بضغط كنترول مع الشيفت وبسحب للأسفل تماما، وبرجع بختار مع الكنترول، بعمل استنساخ للشكل، وكنترول مع الشيفت وبنقر وبسحب إلى الجهة المقابلة بالضبط. رح ناخذ نسخة تانية من الدائرة الكبيرة، طبعا مع مفتاح الكنترول بنقر بسحب، وبختار إلى محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى
المنتصف. ممتاز، رح أضغط على مفتاح الشيفت أو الكنترول ومنحدد الدوائر الصغيرة أيضا مع الدائرة الكبيرة وبنختار دمج أو اتحاد، وبجي إلى التعبئة المتدرجة ورح نبدأ بإعطاء اللون يلي نحن محتاجين نشتغل عليه. خلني أختار وليكن عندي هذا اللون الأخضر يلي أعجبكم مثل التصميم السابق، وليكن معنا بهذا الشكل، ونوسع شوي عشان نعطي هذه التكستشر أو الملمس على التصميم. رح ناخد الآن الشكل الدائري نفسه، خلني أعطيه إحضار إلى الأمام، تمام، وبجعله أيضا بالمنتصف من خلال المحاذاة بهذا الشكل. أضغط كنترول مع الشيفت وبحرك للداخل، كمان بضغط على كنترول زائد دي وبعزل الدائرة على طرف. هاي الدائرة بهذا الموضع أنا محتاج تكون عندي إياه بنفس تنسيق الخلفية، وانصح التعبير بنفس تنسيق الشكل الأول. فبجي إلى الشريط الرئيسي وبختار نسخ التنسيق وبلصقه على الدائرة الداخلية. الآن رح نختار ظل، بتوجه إلى التنسيقات ونختار ظل يكون عندي إياه من الجهة السفلية، ومنصغر أو منقلل الشفافية ومنزيد البلور حبة إذا حبينا نشتغل بالمسافة اللي هي البعد، ونقلل الحجم عشان يعني ما يكون في عندي ظهور للظل من كل الجوانب، ومنزيد المسافة بعض الشيء لحتى نحصل على الظل بهذا الشكل بالضبط. الآن هذه الدائرة برجع كمان بسحبها إلى المنتصف بالضبط، إذا موضوع شوي عزبك بلجأ بكل بساطة إلى المحاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف، وبضغط على كنترول زائد شيفت وبسحب للداخل لأصغر الشكل. الشكل الأخير اللي نحن وضعناه محتاج يكون عندي من نفس تنسيق هذول الأشكال، فلهيك بتوجه بعد أن أحددهم طبعا إلى نسخ التنسيق وبنقر وبلصق التنسيق على الشكل الداخلي بالضبط. وأخيرا الشكل الدائري اللي بقي معانا رح نحركه على هاي الجهة، خليني أعطيه إحضار إلى المقدمة، تمام، إحضار المقدمة، وبطابق الأشكال أضغط كنترول مع الشيفت ومنصغر للداخل. نفس المبدأ بختار الملمس لألوم أو التدرج اللوني لألوم يكون عندي إياه من هذه الدائرة أو من الشكل الرئيسي، فبجي إلى الشريط الرئيسي وبختار نسخ التنسيق وأقوم بعملية اللصق. أيضا نتوجه إلى إضافة تأثير الظل على الشكل، نختار أحد الجهات اللي محتاج أني يكون عندي إياه ظهور الظل، خلني أكبر شوي عشان الموضوع يكون متاح لألنا. نفس المبدأ رح نصغر الحجم بعض النقاط ونزيد المسافة ليظهر معانا إيش؟ يظهر معانا الظل مثل ما أنا شايفين بالضبط، وحتى ما يكون في عندي تناثر للظل على الحواف كتير رح نزيد الآن الضبابية ونقلل الشفافية ليبرز معانا الظل ويضح معانا بمنطقة العزل تماما. رح نقلل فقط بعض الشيء موضوع يعني المسافة، وأصبح الشكل عندي إياه ممتاز وجاهز 100%. أضغط كنترول زائد شيفت وبنكر مع السحب للجهة المقابلة، أضغط وأنا محدد على الشكلين الآن، أضغط كنترول مع شيفت وبسحب إلى الجهة المقابلة، وبرجع بختار هذا الشكل وبضغط على مفتاح الكنترول على هذا الشكل، وبضغط كنترول وشيفت وبسحبه إلى الشكل المقابل أو الموضع مقابل بالضبط. بيكون حصلنا الآن على تصميم بإضاءة وظل وإنفوغراف وجميل للغاية. بقي معنا الشكل الدائري الموجود هون، رح نعمله ظل داخلي عشان أحصل على حواف، فينا نقول بتبان معي مثل الحفر للداخل، فبختار ظل داخلي من أحد الزوايا، هذه أنماط الظل الداخلي، تمام، بقلل الشفافية، خلنا أوسع شوي عشان يضح معنا الظل مثل ما أنا شايفين هو عبارة عن ظل داخلي، بنقلل الشفافية شوي، لاحظوا الحدية اللي وصلنا الألم، وبزيد المسافة، تمام، وربما إذا كان اشتغلنا شوي بالضبابية فالموضوع يعطي طابع جميل جدا جدا بانسجام الظلال مع بعض البعض بلوحة الانفوغراف الجميلة اللي قمنا بإنشائها فقط من خلال شكل دائري فقط لا غير، ومبادئ الظل والإضاءة تنسيق ألوان فقط لا غير. الآن حتى ما أطيل معكم بالفيديو كتير، قدمت أول شيء تمليت رقم 2 أو نموذج رقم 2، ورح استعين الآن بالنصوص وأختار جازل حتى نحن ما نأخركم بهذا اللقاء كتير، وأخذ هذه الأشكال وهذه الأشكال حتى ما أطيل معكم أيضا في من وقتكم بهذا الفيديو. هي عبارة عن أشكال عادية، طبعا قطعة مستقيمة وعندي رقم ومربع نص وعنوان، ما عندي أي شيء آخر. بختار كنترول زائد سي وبجي لهون بختار كنترول زائد في، أضغط شيفت وحركها للأسفل بعض الشيء، تمام. الآن هذه الأشكال كلياتها اللي قمنا نحن الآن بنسخها رح نحددها، وبختار كنترول زائد جي، أضغط كنترول وبنكر مع السحب لأخذ لعندي هون مثلا
تمام، أصغرها شوي وأكتب الرقم 2. نفس المبدأ، فيني أضغط الكنترول وبنكر مع السحب وأكرر هذه الأشكال أو هذه النصوص عفوا على كل الأشكال بنفس الطريقة. وقلت أن هذه عبارة عن نصوص تجريبية فقط حتى نشوف نحن محاكاة لإظهار النصوص بترتيب معين ونسق معين، تمام، فقط لغير هذه التعداد أو الرقم 5. وعندي أخيرا هون الرقم 6، راح نضعم بهذا المكان، تمام، بهذا الشكل. هذا الجروب طبعا بإمكاني أحدده مع هذا الجروب، ومن تنسيق الشكل ومن محاذاة نختار محاذاة للأعلى عشان يكون في عندي انضباط بشكل تام وتموضع الأشكال أو النصوص بشكل جميل جدا جدا. فلما رح نقدم شريحتنا يا أحباب ونشغلها رح يكون معنا التصميم جميل للغاية. طبعا هذا هو التصميم الأول وهذا هو التصميم الثاني. فقط من خلال الشكل الدائري باستطاعتك أنك تطور رسومات إنفوغراف في مبادئ الظل والإضاءة. فقط الموضوع عبارة عن خيال، حاول أنك تتخيل أي تركيب أنت محتاجه لتوزيع فقرات معينة، بنود معينة، تعداد معين، وتبدأ برسومات إيضاح وإيصال وتبسيط لهذه الأفكار وعرضها بطريقة بسيطة وجميلة وأبداعية بالمقابل واحترافية. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم، فتكرموا لا تنسوني من فضلكم الدعاء بداية والدعم ثانيا لألي ولعبد السلام في تقديم المحتوى دائما اللائق بحضراتكم. ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.